في انفو كولتور اصبح الديوان تفيق تونس الكل وكيف كيف زايده تفيق زايده مديري المهرجانات. والحقيقه الحديث برشا على مهرجان صفاقس الدولي في الفتره الماضيه والناس تسال وقتاش باش يكون المهرجان شكون ابرز الاسماء اللي باش يكونوا متواجدين. دونك حصريا الديوان افام حاضر معنا بالهاتف سي فرحات بريك اللي هو مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 43. صباح الانوار سي فرحات، مرحبا بك معنا في صباح الديوان. صباح النور. صباح النور، مرحبا عايشة. صباح الخير ومرحبا بك سي فرحات، وشكرا على قبولك الدعوة الصباحية هذه في صباح الديوان. تفضلي منا سي فرحات. دونك خاصة مع الوضع اللي في صفاقس، عديد التدوينات اللي دارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والناس قاعدة تتسائل شبي ما فماش حديث على المهرجان، شبي ما زلت ما خرجتش البرمجة، فحبينا نطمنوا المستمعين بتاعنا في صفاقس وناخذوا تفاصيل من عندك. وقتاش باش يكون المهرجان، انطلاقته، وشكون أبرز الأسماء اللي باش يكونوا متواجدين؟ يعيشك. هو الحقيقة احنا عنا مدة معناتها ملي بدينا نخدموا على البرمجة وعلى الاستعداد للمهرجان، سواء كان معناتها الاستعداد اللوجستي معناتها من اعداد المسرح ومعناتها الصناعة بصفة خاصة، معناتها المسرح جاهز معناتها نسبة 100% قبل انطلاق المهرجان بمدة. حاجة ممتازة. كما تعرف زادة في البرمجة معناتها انطلقنا في العمل تقريبا توا مدة معنا أكثر من 3 أشهر، معناتها كان من خلال إصدار الهيئة لبلاغ معناتها للمشاركة للمشاركين للفنانين والموسيقيين. وأحنا توا في اللمسات الأخيرة معناتها خاصة كما تعرف أنت معناتها الظروف شوية الاستثنائية اللي صارت في صفاقس. وإن شاء الله تولى من عرش سي فرحتها لأنه أثرت الوضعية حاليا في صفاقس بتتر على الاستعدادات للمهرجان. والله ما تأثير هو شوية معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة خطر فما شوية تأثير ما لبس معناتها. احنا توا قدمنا بالبي في البرمجة بتاعنا وإن شاء الله نكونوا في الموعد إن شاء الله. إذا نفهموا من كلامك سي فرحات اللي المهرجان باش يكون في الموعد كما كان، يعني مو برمج كما كان مخطط، في حتى شيء ما هو باش يتغير، وكل اللي سمعناه واللي تقال على شبكة التواصل الاجتماعي من إمكانية يعني إلغاء المهرجان هذا مش مطروح أبدا. مش مطروح، وال معناتها الهيئة تعمل بالعكس أنه تحاول معناتها نقول وإحنا تغيير الأجواء وإدخال الفرحة، إدخال معناتها البهجة للأهالي صفاقس. إن شاء الله الانطلاق مش يكون يوم 17 جويلية ويمتد على مدة شهر المهرجان، الاختتام مش يكون يوم 16 اوت ان شاء الله. دونك من 17 جويلية ل 16 اوت. واكيد الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا سي فرحات يحبوا يعرفوا شكون ابرز الاسماء اللي باش يكونوا متواجدين ان شاء الله في المهرجان السنة. والله الحقيقة احنا معناتها سنة في مبادرة هي تعتبر زادة الاولى. الهيئة قامت معناتها عن طريق الصفحة الرسمية للمهرجان بمعناتها تمكين الجمهور من تقديم المقترحات نتاعهم، ومعناتها واخذين بعين الاعتبار هذه المقترحات. وان شاء الله بشون فما اسماء عربية، اسماء تونسية معناتها من فنانين تونس باش يكون الافتتاح ان شاء الله تونسي. الاختتام معناتها كيف باش يكون اللي معناتها فنان تونسي دونك عربي. شكون الاسماء سي فرحات باش الناس وكا تعرف الافتتاح باش يكون مع شكون الفنان التونسي اللي باش ياثث افتتاح مهرجان صفاقس الدولي؟ ان شاء الله باش يكون زياد غرسه. زياد غرسه هذايا باش يكون في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي. سينو بقيه وفي الكلوتير شكون باش يكون موجود؟ في الكلوتير كما تعرف معناتها باش يكون ان شاء الله احنا في معناتها الحقيقه ما تعرف هو مازال الواحد توا معناتها في فاز نتاع لي سيناتور دي كونترا والكل. دونك ماذا بيه يتحفظ شويه ما يصيرش الاختتام باش يكون مع امير الطرب العربي الفنان صابر رباعي. صابر رباعي باش يكون في الاختتام. سي فرحات كانوا نفكوا فكين في الاسماء من عندك.
شكون لو كان تعطينا اكثر اسماء اخرين بتاتر اللي كونفيرمي باش يكونوا زاده متواجدين ابار زياد غرسه وصابر الربيعي؟ والله الحقيقه احنا راه معناتها نحب نخليه شويه تشويق خاطر تعرف مازال عندنا الندوه الصحفيه ومازالت معناتها مازال عندنا شويه. وقتاش باش تكون الكونفيرونس دو بريس؟ الكونفيرونس دو بريس باش تكون يوم 12 جويليه. 12 جويليه هو الموعد الندوه الصحفيه. انا حسب المعلومات اللي عندي سي فرحات انه راغب علامه باش يكون على ركح مهرجان صفاقس الدولي، صحيح هذايا؟ والله شوف صحيح الحقيقة معناتها في تفاوض ماهوش 100% ماهوش فما إمكانية يكون موجود، أما كما تعرف معناتها الإشكالية ديما تبقى الإشكالية المالية معناتها خطر الاعتمادية معناتها المنحة نتاع المهرجان ما تسمح. قداش المنحة نتاع مهرجان صفاقس الدولي قداش لونفلوب اللي عندكم سي فرحات؟ والله شوف لونفلوب اللي عندنا بون بسم الله ما نعرفوش بالضبط عاملوا 200,000 دينار 200,000 دينار في مهرجان دولي معناتها صعيبة باش تعمل بها الموازنة المالية نتاعك. ما نعرفش سي فرحات بلتي باش يكون موجود؟ بلكي باش يكون موجود. فيا يونان هذه اخر اجابه. فيا يونان الكلمه الاخيره على الاقل. فيا يونان موجوده دونك يعني باش نلخص للمستمعين دونك في الافتتاح باش يكون موجود زياد غرسه، الاختتام باش يكون مع امير الطرب صابر الربيعي، باش يكون موجود بلتي، باش تكون موجوده فيا يونان، وفما مفاوضات مع راغب علامه ونتمناو انه زيد يكون متواجد في مهرجان. فما سؤال تنجم تجاوبنا عليه اسعار يعني التذاكر باش تكون تتراوح بين قداش وقداش سي فرحات؟ هو معناتها حاليا حسب العروض اللي احنا معناتها امضيناها وتم الاتفاق عليها دونك باش تكون بين 15 دينار و 35 دينار بين 15 و 35 في المدارس تعتبر في المتناول معناتها اسعار التذاكر. هذوما تقريبا اهم المعطيات. كل الشكر ليك سي فرحات بريك مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 43 على المعطيات اللي عطيتها لنا اليوم. كيف العاده مريم عندنا كتاب راه ما نجموش من نتخليو على الكتاب، والكتاب اللي اخترته اليوم اللي هو لار سوبتيل دو سون فوتر، الكتاب هذا دو مارك مانسون واللي اسمه فن اللامبالاه، وممكن نحتاج والكتاب هذا خاطر فيه عديد النصائح. والكاتب يقول انه بعد ما تقرا الكتاب هذا باش تحس بالصدمه، فيها عديد النصائح اللي تنجم تعاوننا في حياتنا العمليه. يحكي على انه الحياه ما تقتصرش على الاشياء الماديه فقط، اهم حاجه أن نكونوا قنوعين باللي عنا، والرضا هو مفتاح كل حاجة في الحياة. ونختم ديما بالمقولة امتعنا اليوم، اخترت مقولة لشارلي شابلان: une journée sans rire et une journée gâchée، نهار من غير ضحكة هو نهار ضايع. ان تو كان نجم نقول لكم لي كل صباح اول حاجه انا تستقبلني هي ضحكه ايمان، دونك هذا سي كوم سا كوم باس اون بيل جورني. انت حكيت على الكتب ايمان، نحب نقول الناس اللي تحب تبع برشا الفا يوسف، وانت حكيت على حبيبات الله بتونس اخر اصدارات الدكتوره الفا يوسف اللي باش يكون لها لقاء غدوه في مكتبه الكتاب بميتشويل فيل 6 نتاع العشيه باش تقدم كتابها حبيبات الله في تونس. Info culture. Info culture. Hiwarat. Nikashe.